صباح الخير. اليوم حاجزين رحلة على القارب تودينا الجزيرة في الداخل وبعض المناطق وكهف. مدة الرحلة 7 ساعات. قيمة التذكرة الوحدة 80 ريال تقريبا. هذه جزيرة سازان، راح توقف فيها تقريبا ساعة ونص بعد نكمل المشوار. هذا المرشد السياحي ياخذنا جولة في الجزيرة. كده تمشي وراه في الجروب. أخذنا جولة بهذه السفينة مدة 7 ساعات، من 10 الصبح إلى 6 العصر تو رجعنا. فيها وقفتين، وقفة في جزيرة لمدة ساعة، وقفة في جزيرة ثانية لمدة 3 ساعات فيها غداء وجلسة. قيمة الرحلة أو سعر الرحلة تقريبا 80 ريال. صراحة اللي يحب البحر وسباحة في البحر وشواطئ نظيفة لا تفوت. ممتعة ممتعة مرة.